بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من الأطباء في المجلس الطبي، وعندنا قسم كبير بيشتغل من المشافي، وعندنا في قسم بيشتغل بالعيادات. في الحقيقة عم نتابع الأمراض في العيادات الخاصة، عندنا عيادات سردة وفي عيادات متنقلة. العيادات المتنقلة عم تكون من المدن بالأرياف تجول بين مدن الريف، وعندنا العيادات السردة ضمن المدينة. الحقيقة الشتوية اللي مرت علينا كانت علينا قاسية، ومر علينا عدد كبير من المرضى من الأطفال والكبار، وبسبب قلة عدد الأطباء في كثير من الأحيان اضطررنا إلى علاج الاكتفاء بعلاج الأطفال فقط، وفي كثير من الحالات لم نتمكن من علاج الكحول بسبب الازدحامات اللي صارت، والحقيقة السبب الثاني في كثير من الأحيان اللي ما كان عندنا الأدوية متوفرة. كثير من الأمراض كانت الأدوية متوفرة، وبعض الأمراض الحقيقة هي أمراض خطرة وتؤثر على المريض بشكل كبير. من الأنسولين ما كان عندنا متوفر بعدة أنواعه وأصنافه. الشيء المؤسف اللي كان نتأثر فيه اللي يجينا بعض مرضى الصعب اللي كانت تجيهم كريزات ويقعوا قدامنا، وما كان عندنا الحقيقه ادويه نعالجهم. وكثير من الاحيان كانت النتيجه هي يعني نتائج كارثيه في هذا المرض. امراض ثانيه مثل مرض الربو، كثير من الاحيان نحن نكتب الادويه المتوفره عنا. مرض الربو الحقيقه المريض بياخذ يعني سبعين انواع من الادويه، كان يتوفر عنا انواع او نوعين وباقي مثل ما ذكرت سابقا. في كثير من الاحيان كنا نلجا الى علاج الاطفال فقط بسبب الازدحامات اللي تصير، واحيانا نضطر الى الاعتذار من المرضى الاخرين. عدد كبير من المرضى والاطفال اجوا لعنا وزارونا، وبسبب قله الامكانيات كنا كثير من الامراض اللي هي تستدعي الاستشفاء، مثل مرضى مثلا الذاتية أو الربو الأطفال أو التهاب القصبات الشديد كنا نعالجه الحقيقة بالعيادات، يعني بسبب عدم توفر المشافي نعطي للسيرومات ونعطي للكبار جرعتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى أكثر، ونضطر نطلب من الأم للمريض يراجع كنهار بالعيادة، الطفل بنقول جيبه كنهار على العيادة بأسلوب باعتبار كان المريض وضعه صعب جدا، نحاول نشرف على الطفل يوميا، والحمد لله وفقنا في هذا الموضوع وفي هذا المجال. لكن بعض الأحيان لم نتوفق وكانت أيضا النتائج كارثية. إذا نحن نعاني من قلة عدد الأطباء وقلة الإمكانيات. ما عدا ذلك من الملاحظ يعني القوة الشرائية للناس خفت، يعني حاليا نحن وقت عم نكتب الأدوية المريض أو أهل المريض باعتبارنا عم نتحدث على الأطفال بالنسبة الأكبر، رأسا بقول لك يا أخي الدواء ما يكون غالي، واحد اثنين إذا في مجال بيطلبوا إني نعطيهم من العيادة نحن نعطيهم الدواء. فوقت بيكون عندنا الدواء متوفر نحن عم نعطيه، وقت ما بيكون متوفر ما عم نعطيه. في كثير من الاحيان اني نحن بدنا نكتب دواء معين لمرض معين، فبسبب قله امكانيات الاهل عم نعود وعندنا مثلا دواء ثاني بسيط مشابه الى حد ما، احيانا بسبب فقر شديد الاهل عم نعطي الادويه المشابهه اللي بيكون نسبه نجاحها اقل. ومن الواضح في هذا الموسم اللي راح الحقيقه سواء الموسم اللي ظهر عندنا امراض ما كانت تظهر سابقا، او بعض منا كان يظهر سابقا لكن باعداد اخف من هيك كثير. ظهر عندنا مرض الليشمانيا باعداد كبيره، كان يظهر حقيقه وخاصه بمنطقه حلب باعتبار يعني هي منطقه موبوءه بهذا المرض، لكن يعني السنه السابقه ظهر عندنا باعداد كبيره، وهي علاجها كان الحقيقه غير متوفر بشكل جيد. فقسم كبير من الناس
مثلا بيدي كان إما مرة خلال السنة يشوف الجرب أو ما يشوفه بالستين ثلاثين، لكن هذا الأحد باعتبار عدد النازحين كبير جدا، صح أن عدد كبير أعداد مخيفة من الجرب لدرجة الدواء بسبب المستهلك كثير أصبح شبه مفقود. المعاناة اللي عملها عن غير معاناة كبيرة مثل ما ذكرنا بسبب قلة الدواء وبسبب كسر عدد المرضى وحتى بسبب قلة الإمكانيات فيما يخص التحاليل والتصوير. يعني بعض الحالة نحن بنحط التشخيص أو ما يسمى الدايغنوسيس المرض ونحطه بناء على ثلاث شغلات أساسية، بناء على الاستجواب للمريض أو ما يسمى أنغريسيس، وبناء على التحاليل التي تجرى بناء على التصاوير. التحاليل إما بتكون ما هي متوفرة أو في حال توفرت بيكون المريض في كثير من الأحيان غير قادر على دفع النفقات. التصاوير نحن يعني يدوب إذا في عنا صور رنتجن، حاليا عنا طبيب واحد فقط عنده صور رنتجن، يكون قليل جدا بالنسبة للسي تي والإم آر حاليا غير متوفر، وهو أداة استقصائية وتشخيصية مهمة جدا في كثير من الأحيان. فلذلك نحن عم نضطر في كثير من الأحيان أن التشخيص ما نثبته ونعتمد عليه بناء على الاستجواب من المريض وبناء على الفحص السريري، وفي كثير من الأحيان نكتفي ونحن محرومين من أدوات التشخيص سواء كانت الأشعاعية أو الرنتجين أو الإم آر أو السي تي والتحاليل. فبهالواقع نحن عايشينه وبسبب قلة الإمكانيات من الدواء يعني عم بيكون واقعنا صعب جدا، لكن الحمد لله نحن مصممين على الاستمرار ومصممين على خدمة أهلنا وأهلنا ومصممين على خدمة بلدنا، وإن شاء الله النصر للحق والنصر للعدل والنصر لهذه الثورة المباركة ولهذه هي ثورة الكرامة، هذه هي ثورة الانتفاضة، هذه هي ثورة صد الظلم ونصرة المظلومين، وإن شاء الله رب العالمين اللي أكرمنا بالنصر وبدنا يعني نوصل الحق لأصحابه ونحن صدرنا مفتوح لكل الناس على عكس ما يقال عليه يعني نحن متعصبين لا سمح الله أو هيك شيء، ونحن لدينا من المحبة ما يكفي لنغة